بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لموضوع حل المسائل الاسترشادية في موضوع المصروفات، كنا احنا وقفنا في آخر الحصة السابقة واقفين على هذا التمرين. هذا التمرين قلنا نحن حليناه على أساس أنه هو عطاني له قيم، وقال لي أن القيم هذه هي 1 و3 و -3 و7، وقال أن الإجابة هي تساوي -3، هذه الإجابة. وهنا عندنا أكثر من طريقة، قلنا لكم يا إما إحنا بنعوض مباشرة بالأرقام اللي موجودة عندي، ونحن نعرف أن المحدد يساوي 0 متى كان فيه صفان أو عمودان متساويان، أو عناصر صف أو عمود أصفار، أو تناسب بين صفين أو عمودين وهكذا. الآن أو نقدر نستخدم طريقة أخرى وهي التجزئة، بمعنى أن إذا نحن المرحلة الأولى جربنا، المرحلة الثانية نقدر نستخدم من التجزئة. والتجزئة كيف يطلع؟ هيطلع لي شكلين بهذه الصورة. الجزء الأول هنجزئ على هذا، هو هيصبح 2 1 4 5 7 1 2 1، وهذه 1، وهنا في علامة ناقص. بعد ذلك 2 5 2 1 7 1، هذه 2 معناها حنضيف لكل واحدة من هذول، حنضيف لها من؟ حنضيف لها 0، تصبح هنا 0 0 سالب من كاف. الآن نقدر نفك هذه الصورة، هذا محدد من رتبة 3 في 3، نقدر نصرفه له باستخدام كرامر. هذا نقدر نفكه على هذا الجزء اللي هو سالب كافي، يضيع الصف ويش والعمود وقطر رئيسي وقطر فرعي. إذا هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة قال لي إن هذا المحدد يساوي 0، وهي الأسهل في هذين. الطريقة الثالثة وهي الأسهل، قال لي إن هذا المحدد يساوي 0 متى كان فيه صفان متساويان أو عمودان. هذه كم؟ 2. هنا كم؟ 2. هنا هذه كم؟ 1. هذه كم؟ 1. إذا هنا كأن 1 ناقص كاف تساوي كم؟ 4. إذا الناقص كاف تساوي 3. إذا الكاف تساوي -3، وهي النتيجة اللي وصلنا لها. إذا نقدر نحلوه بثلاث طرق، يا بنجرب يا بنجزئ يا بنستغل أن عمود يساوي عمود، العمود هذا والعمود هذا، العمود هاي 2 2 1 1 4 1 ناقص من كاف. الآن السؤال اللي بعده قال لي هنا اللي هو رقم 33، إذا كان الألف تساوي 2 3 ناقص 1 و 4 7 5 و 0 سالب 6 8، هذه ألف، وباء تساوي 1 ناقص 1 أو 1 1 سالب 3، 4 3 سالب 1، و -1 -3 3. ثم عندي من جيم تساوي 6 1 5 -4 صاد 7 2 0 عين، وكان ألف -2 باء تساوي من؟ جيم. ألف ناقص 2 باء تساوي جيم، هو يبي قيمة س وص وع على التوالي. وهذه تشبه التعويذات العادية، يعني تعويذات الأعداد العادية، عندي قيمة ألف وعندي قيمة باء وعندي قيمة من؟ جيم. كيف بنضع هذه الصورة؟ الألف شنو تساوي؟ قال هذه هي 2 3 سالب 1 4 7 5 0 سالب 6 8، هذه ألف تساوي -2. 2 باء نحن قلنا لما نضرب عادة مصفوفة، عادة مصفوفة فإنه يضرب في جميع عناصر المصفوفة، عادة مصفوفة فإنه يضرب في جميع عناصر المصفوفة
بيصبح في هذه الحالة هذه هي 2 وهذه 2 وهذه سالب 6 هذه 8 هذه 6 هذه سالب 2 هذه سالب 2 سالب 6 6 تساوي من جيم جيم شو تساوي سين 1 5 ناقص 4 صاد 7 و 2 0 من عين الآن هذه متساوية يعني نقصد أن الجمع هذا أو هذه المصفوفة قابلة للجمع والطرح باعتبار أنها من نفس الرتبة وبالتالي بيصبح أنا 2 ناقص 2 2 ناقص 2 هيصبح أنا بهذا الشكل 2 ناقص 2 تعطينا 0 3 ناقص 2 تعطينا 1 ناقص 1 ناقص ناقص تعطينا 5 4 ناقص 8 تعطينا ناقص 4 7 ناقص 6 تعطينا 1 5 ناقص ناقص تعطينا 7 0 ناقص ناقص 2 تعطينا 2 ناقص 6 وزائد 6 تعطينا 0 و8 ناقص 6 تساوي 2 هذه تساوي هي س 1 5 ناقص 4 ص 7 2 0 من عين الآن بانت وأصبحت في هذه الحالة هي س تساوي من؟ س تساوي 0 وص تساوي 1 وعين تساوي 2 س تساوي 0 اللي هي هذه وص تساوي 1 وعين تساوي كم؟ 2 الآن سؤال رقم 34 إذا كان اثنين سين زائد خمسة وخمسة سين زائد اثنين ثلاثة تسعة تساوي صفر نبي قيمة سين قيمة سين بحي قيمة سين كيف إذا نحن هذه مصفوفة هذه مصفوفة عفوا هذه محدد هذه محدد ونعرف ان هذا محدد من رتبة 2 في 2 حنفكوه عن طريق قطر رئيسي وقطر فرعي بيصبح هنا 9 في 2 18 وزائد 9 في 5 45 18 سين زائد كم 45 ناقص تفتح قوس 3 في 5 15 سين زائد كم 6 هذا كله يساوي صفر يصبح لنا 18 س ناقص 15 س زائد 45 ناقص كم 6 دخلنا الإشارة السالب جوا تساوي صفر 18 ناقص 15 تعطينا 13 3 س 45 ناقص 6 تعطينا 39 تساوي صفر شيل 39 في الناحية الأخرى تصبح 3 س تساوي سالب 39 ومنها س تساوي سالب كم 13 وهي الإجابة الصحيحة اللي موجودة عندنا من ضمن الإجابات وهي سالب إيش 13 الآن رقم 35 العمود الناتج من حاصل ضرب العمود الأول الناتج من حاصل ضرب المصفوفة 6 سالب 2 4 0 1 3 7 7 5 في 3 سالب 2 7 6 5 4 0 4 9 هو طالب ناتج العمود الأول العمود الأول نحن قلنا أن في ضرب المصفوفات شرط الضرب عدد الأعمدة في الأولى مساوي عدد الصفوف في الثانية هذه المصفوفتين ما فيهنش مشكلة لأن من نفس النوع وقلنا أن الدائرة في الدائرة والمربع في المربع والمثلث في المثلث ونجمع 6 في 3 18
2 في 6 بسالب 12 و 4 في الصفر بصفر. يصبح أنا الصف الأول فيش في العمود الأول 18 ناقص 12 تعطينا 6، 6 واسمها 4 تعطينا كم هنا؟ تعطينا 10. 18 ناقص 12 6، 6 و 4 10. إذا هنا هتعطينا 10. الآن هذه 0 وهذه 6 وهذه 0 تعطينا 6. هذه 21 وهذه 21 وهذه 42 وهذه 0 وهذه 63. إذا هنا تعطينا هنا القيمة الأولى، القيمة الأولى هي، القيمة الأولى هي كم؟ 6 في 3 18، 18 ناقص 12 تعطينا 6 و4 في الصفر بصفر تعطينا هنا 6. إذا هذه 6 6 وكم؟ و63 اللي هي الإجابة الأخيرة اللي هي 6 6 و63 اللي احنا قلنا أن الصف ايش؟ في العمود، الصف في العمود والجمع، الصف في العمود والجمع. الآن رقم 36، 36 ألف تساوي، ألف تساوي، ألف تساوي 2541. نبي ألف تربيع، وألف تربيع عارفينها يعني معناها هذه مضروبة في نفسها المصفوفة، لكن رد بالك نسحبوا أن هاي 2 في 2 ب4 و5 في 5 و 25، لا، هذه ألف تربيع تساوي هي عبارة عن 2541 في 2541. ونفس القصة، الصف ايش في العمود؟ الدائرة في الدائرة، والمربع في المربع، وبنجمع 2 في 2 ب4 و5 في 4 ب20، 20 و10 20 و4، 2 في 2 ب4، 5 في 4 ب20، 20 و4 24. هذه 4 في 2 ب8، 8 و4 كم تساوي؟ 12. 2 في 5 ب10، 10 و5 15. 4 في 5 ب20 و1 في ال1 ب1، اذا هي تعطينا 21. هذه هي اللي هي الإجابة اللي موجودة عندنا اللي هي 24 و 15 و 12 و 21 هي عبارة عن ألف تربيع اللي هي ألف في من؟ في باء. الآن رقم 37 أعطاني محدد، المحدد هذا هو ألف باء جيم، ألف باء جيم دال ها واو، دال ها واو زين حاطة، زين حاطة، وقال إن هذا يساوي سالب 6. فإن وعطانا هنا سالب دال سالب هاء سالب واو ألف با جيم زين حاطة، وقال إن هذا يساوي كم؟ اوكي. الان هذا المحدد هو قال لي اذا تبادل الوضع صفان او عمودان فان اشاره المحدد تتغير، يعني اشاره المحدد كانت هنا شنو؟ زائد، هتتغير هنا الى اشاره من؟ ناقص. وبالتالي اصبحت اولا الناقص اللي موجود فوق هذا كان مضروب هذا الصف في سالب واحد، اي كان العمليه هي سالب واحد في سالب متاع تغيير صف ويش؟ وعمود، صف ويش؟ وعمود. عندي هنا عفوا هنا اعطاني 4 4 4، نقدر نخرج من هنا كم؟ 4. وهذا كله كله هذا الجزء لما خرجناه بهذه العملية كان هو عبارة عن سالب ايش؟ سالب كم؟ سالب 6. إذا هذه الناقصة هي، الناقصة هي، والناقص
اللي هي بدلنا الصف باش بالعمود، يعني اولا طلعنا الناقص هذا كان عامل مشترك، ثم بعد ذلك استبدال صف بصف غيرت الاشاره، اعطتنا اشاره ناقص، بدل ما كان هنا زائد اصبحت هنا ناقص، هيا اذا اصبحت هنا كان هذه ناقص ناقص باش بزايد في سالب 6، لان اصلا هذا قال لي سالب 6 وهي تساوي سالب كم؟ 24، اللي هي الإجابة اللي موجودة. إذن السالب هذا هو هذا أهو، والسالب هذا هو استبدال الصف باش اللي الصف بصف، والسالب 6 أصلا موجود عندنا سالب 6، وبالتالي طلعت أن هذه السالب كم؟ 24. هذه كانت السؤال رقم 37. السؤال رقم 38 السؤال رقم 38 في المصفوفات، سبب انعدام المحدد هو 5-2 ناقص 3 ناقص 6 ناقص 10 ناقص 6 ناقص 10 ناقص 4 ناقص 2 ناقص 4 6، أي أن هذا المحدد ليش ساوى 0؟ ليش ساوى 0؟ أنت المحدد يساوي 0، قلنا لك مش شو عناصر صف أو عمود أصفار تساوي صفين أو عمودين، تناسب بين صفين أو عمودين، أو مجموع عمودين أو مجموع صفين يساوي الصف الثالث أو العمود الثالث. وبالتالي هنا نحن نعرف ان لو خذيت انا هذه، طبعا هي العمليه يعني ما هيش معقده لدرجه، ما هيش معقده لدرجه، يعني الان لما تاخذ المعادله هذه حتجد ان لو خذيت العمود هو مع هذا هو 5 ناقص 3 تعطينا 2، يعني هي نقصنا العمود الثالث تساوي العمود الاول زائد العمودين الثالث، العمود الأول زائد العمود الثاني، يقصد العمود الثاني يساوي العمود الأول زائد العمودين الثالث. وشوف 5 زائد ناقص 3 تعطينا 2، صح؟ ها هذه 5 هذه 2، 5 زائد ناقص 3 تعطيك 2، ناقص 6 وناقص 4 تعطينا ناقص 10، الباقي ينزل كما هو لأن بالعمود الثاني، العمود الثاني هنا ناقص 10، العمود الثالث ناقص 6 ناقص 2، وهذه بتعطينا كم تعطينا؟ إذن هذه هتعطينا العمود الثالث اللي هي العمود الأول ناقص 2 زائد 6 تعطينا كم؟ تساوي 4، هذه 4 وهذه سالب 6، هذه سالب 2، هذه 4 وسالب 4، هذه 4. أصبح العمود هذا وهذا العمود كانهم متساويان، أصبح هذا يساوي من؟ 0، لأن العمود الثاني نتج أو ظهر حصلنا عليه من جمع العمود الأول والعمودين الثالث. من جمع العمود الأول والعمود من الثالث، وهذه العملية اللي حصلت لنا من جمع العمود الأول والعمود من الثالث، العمود الأول والعمود من الثالث، هي نفس القصة اللي ثبتها. نحن قلنا إن مجموع صفين أو عمودين يساوي الصف أو العمود، يعني جمعنا الصف العمود الأول والعمود الثالث ساوي العمود الثاني، وبالتالي من خصائص هذه العملية. رقم 39 وهو قريب نحن ننهو موضوع متاع اسمها المصفوفات، الألف وباء مصفوفتين مربعتين، ألف وباء مصفوفة مربعتين، غير صفرية
من نفس النوع، يعني من نفس الرتبة، يصبح ألف باء الكل شرطة. وهناك كان تذكروا في بداية المصفات قلنا أن هذه ألف باء الكل شرطة هي نفسها ألف في باء أسما ميم اللي هي المحورة، وقلنا هي نفسها ألف في باء وهنا ميم دال مدور المصفوفة، محور المصفوفة أو مدور إيش المصفوفة. وقلنا هذه إن محورة المصفوفة عند ضرب مصفوفتين أو عند إيجاد محورة حاصل ضرب مصفوفتين، عند إيجاد محورة حاصل ضرب مصفوفتين، عند إيجاد محورة حاصل ضرب مصفوفتين، هذه مصفوفتين بنضربوا في بعضهم الناتج اللي يطلع بنديروا له المحور. قال هذه تقدر تجيبها بطريقة أخرى، يعني هنا في هذه أولا تضرب الناتج اللي يطلع بيجيب له محورة، وقال لك أو هي نفسها تساوي، هي نفسها تساوي المحورة باء في محورة من ألف، وهذه راهو الشرطة تعني المحورة، أي أنها كأنها باء ميم في ألف من ميم، ألف ميم بترتيب إيش عكسي، بترتيب عكسي، يعني بدل ما تضرب ألف في باء والناتج يطلع محورته تقدر تحلها بحل آخر، تجيب محورة باء وتجيب محورة ألف وتضربهم في بعضهم هتحصل على نفس النتيجة اللي حصلنا عليها في هذه الصورة. تظل عندنا في هذه العملية أربعين، السؤال رقم 118 اللي هي في التوصيل، قيمة المحدد، قيمة المحدد 1 1 ناقص 1 2 ناقص 1 2 3 2 ناقص 4 يساوي قيمة هذا، قيمة هذا المحدد، قيمة هذا المحدد، يعني بمعنى آخر هذا المحدد كم يساوي قيمته، وبالتالي هنا، بالتالي هنا هذا المحدد، هذا المحدد بنقدر يعني نحاول بقدر الإمكان نعرف خصائصه، وبالتالي هنا شو بنقوله، إذا أنت تبي تستخدم خواص معناها شو بتقولي، بتقولي والله هذه 1 و1 و1 وهذه 1 و1 يعني هذه وهذه، يعني تجمع الأعمدة أو تجمع الصفوف واحدة من اثنين، يتجمع صفين يساوي صف، وبالتالي هنا كأنك أنت تجي تقولي إن هذه لو جمعت هذا وهذا يعطيني هذا صح، لكن هذا وهذا بيعطينا 0، هذا هذا بيعطينا 5، إذا قال لي أنا أحسن أصلا نحن نستطيع أن نجيب هذه القيمة مباشرة، باعتبار أن ما نبيش ندير روحي مشكلة ونقعد نفكر ونضيع وقتي في شنو اللي ممكن نحصل عليه، شنو اللي ممكن نحن نحصل عليه، بمعنى أن تقدر أنت تقول لي والله هذه 1 يعني مباشرة نأخذ على هذه 1 1 2 سالب 1 3 ناقص 2 هذه بتعطينا 4 هذه بتعطينا 6 هذه بتعطينا سالب 4 هسه عدت مع هذه، إذا هذا كله كله يعطينا 6 هذه بتعطينا 3 هذه بتعطينا سالب 4 وهذه بتعطينا سالب 8 12 ناقص 3 تعطينا سالب 9 وتصبح في هذه الحالة، تصبح في هذه الحالة القيمة اللي موجودة عندنا، نتأكدوا بس من الأرقام مرة أخرى،
واحد واحد سالب واحد، اثنين سالب واحد اثنين، ثلاثة ناقص اثنين، ها هذه ما فيش ناقص هنا، فيش ناقص هنا، فيش ناقص، نعاود بس هذا التركيبة من جديد. أصبحت عندنا هنا واحد واحد هذه واحد واحد، اثنين سالب واحد، ثلاثة اثنين، زين نتأكدوا من الأرقام مرة أخرى، واحد واحد سالب واحد، اثنين سالب واحد اثنين، ثلاثة اثنين سالب أربعة. الآن بنضربه هنا، هذه تعطينا أربعة، وهذه بتعطينا ستة، وهذه بتعطينا سالب أربعة. الآن هذه بتعطينا ثلاثة، وهذه بتعطينا أربعة، وهذه بتعطينا سالب ثمانية. هذه عدت مع هذه، إذا هنا عدتنا ستة، الجزء اللي لوط هذا، وهي كانها قبر رئيسي، وفوق عندنا ثلاثة وأربعة سبعة، تعطينا ناقص كم هذه كلها كلها على بعضها، عدتنا ناقص واحد، وهي كأنها قدر رئيسي ناقص القدر الفرعي، أي أنها هي ستة قيمة المحدد. ستة ناقص قوس ناقص واحد، ويساوي سبعة. آخر سؤال اللي هو 119، هذا كان جاء في امتحان عام من أول، بس جاء بشكل مخالف المصفوفة. اثنين واحد اثنين واحد سين ثلاثة، هذه تكون مصفوفة مثلثية عليا عندما شو تساوي؟ عندما سين تساوي ايش؟ صفر. احنا قلنا المثلثية لو كانت من رتبة ثلاثة في ثلاثة كان شكلها هيك، هذه مصفوفة. لو كانت المصفوفة اللي موجودة عندي هنا هذه كان صفر، وهنا كان صفر، وهنا كان صفر، هذه وعندنا هنا واحد، هذه اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه ستة، يبدأ هذه بنسموها مصفوفة مثلثية عليا. لو هذه جاء في الجهة اللي فوق تبدأ مثلثية سفلى. إذا على ظهور الصفر، إذا ظهر الصفر في الأسفل فهي سفلية، وإذا ظهر الصفر في الأعلى فهي شو اسمها، إذا ظهر الصفر في الأسفل فهي علوية، إذا ظهر الصفر في الأسفل فهي سفلية. وبالتالي هنا هذه مصفوفة سفلية أمتى؟ لما سين تساوي من؟ صفر. لو السين جت هنا نقول إن المصفوفة مثلثية كانها مثلثية عليا. الآن آخر آخر سؤال في المصفوفات، قيمة جيم اللي هو رقم 127، قيمة جيم، قيمة جيم التي تجعل المصفوفة الآتية متماثلة. المصفوفة المصفوفة صفر ثمانية اثنين جيم، ثمانية أربعة ثمانية أربعة ناقص اثنين، جيم زائد واحد ناقص اثنين اثنين،
احنا قلنا ان المصفوفه المتماثل عندي متماثل وعندي ملتوية التماثل. الملتوية التماثل لازم متوفر شرطين: عناصر القدر الرئيسي اصفار، والعناصر اعلى القدر تساوي العناصر اسفل القدر. في المصفوفه المتماثله قال لا، العناصر اعلى القدر الرئيسي اللي هو هذا هو القدر الرئيسي، تساوي العناصر اسفل القدر الرئيسي، وهي باينه قدامي. 8 8 ناقص 2 ناقص 2 معناها هذه 2 جيم تساوي جيم زائد 1، هتصبح انا جيم تساوي كم؟ بتأكد ان الحل صح ولا غلط؟ عادي، 1 زائد 1 تعطيك 2، و2 في 1 ب 2. هذه هي الاسئله نتاع المصفوفات اللي هن تقريبا 22 او 23 سؤال ما بين مصفوفات وما بين شنو محددات. حاولنا بقدر امكاننا نعرف كل سؤال كيف نحل وكيف طلع قيمته او كيف طلع شكله، لان نحن في هذه الحاله او في هذه الصوره ما نبوش نعرض نتائج وخلاص، نعرض نتائج وفي نفس الوقت نفهم هذه العمليه كيف حصلت او كيف صار في هذه من الصوره. هذه هي المصفوفات. ان شاء الله نلتقي في الحصه القادمه على اساس ان حنبدا في الجزء الثاني او الباب الثاني وهو المتطابقات. لكن قبل لا نبدا في المتطابقات علينا ان نتذكر الصفحه اللي نحن مسمينها الصفحه صفر، علينا ان نعتني بهذه الصفحه ونعاود الملاحظات اللي موجوده في الصفحه صفر للفائده اللي نحن نستخدمها في حل المجموعات او في حل تمارين الاسئله الاستشهاديه في اسئله الباب الثاني الاستشهاديه، وبالتالي لازم نبحثوا فيه. يعني نحن ما ننظروش فقط للاجابات، لا نحن نحفظ الاجابات، مش معقوله هتحفظ 150 اجابه. وهو ربما يغير لك، بدل ما يقول لي والله تساوي 3 درها لك سالب 3 في السؤال، ما يجي يقول لك لا ما تشرطش انت تقول لا والله راهو الاسئله لازم تكون بنفس الرقم. هو بنفس الرقم نعم، لكن ممكن يكون بالزايد، ممكن يكون بايش بالناقص، ممكن يكون الرقم مضاعف، كان في الاسترشاديه 3 ممكن اصبح كان 6، بغض النظر نحن ما يهمنا ان الشكل، لكن نعرف نحن شكل السؤال كيف نحل. نحييكم اليوم في نهايه حصه اليوم، نلتقي الحصه القادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.